تفوق جامد مع الصيف. الصيف بيسبب حاجات كتير وبيسيب طبعا بصماته على وشوشنا بعنف، وعلاج الآثار دي أكيد بياخد وقت طويل. بس في حيل، ها يعني لو مش علاجات نقدر نعمل حيل بالميك اب على الاقل تخلي الاثار دي ما تبانش شويه. خلونا نرحب بضيفتنا النهارده خبيره التجميل ميرا باسم، اللي هتعرفنا كل التفاصيل دي. برحب بيك يا ميرا، ازيك؟ وطبعا بالموديل الجميله بتاعتنا ايه. اهلا وسهلا يا ايه، منورين. ايه المشاكل اللي ممكن البشره تتعرض لها في فصل الصيف عن الشتاء غير البقع؟ غير البقع طبعا هي اول حاجه غير البقع، ان هي ممكن بيبقى في نتيجه الصيف والبشره الدهنيه الحر. بيبقى في حبوب. الحر صح طبعا. الصيف اول حاجه بيأذي البشره لو مش مهتمين بيها، او الخطوات اللي المفروض نعملها بيطلع لنا حبوب طبعا، ده اول غير حاجه. طبعا البقع اللي هي بتضايق والنمش، من الشمس. النمش بيضرب، النمش